السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة هنعمل طريقة الرز البني اللي هو بتاع السمك. تمام، دول الثلاث بصلات دول هعملهم على يعتبر كيلو لربع رز. تمام، عشان انا بحب البصل كتير قوي في الرز، بيبقى طعمه خطير جدا. يعني هعمل السمك النهاردة، كل يوم طبعا بعمل سمك، كل مرة يعني بنعمل سمك اللي هو اسمه ايه، البولتي والبوري، اي انواع السمك بنعملها مثلا مع بعض، كذا نوع، ممكن بولتي بس. فالنهاردة هعمل لكم مكاريل، بس المكاريل بس لوحده مع الرز مع سلطة هيبقى خطير جدا، وهوريكم طريقتي فيها ان شاء الله، وهتعجبكم قوي قوي قوي، خليكم معانا. بصوا يا جماعه، كده انا قطعت البصل اهوت. تمام، وهبتدي بقى دلوقتي اسخن النار واحط الزيت واحط البصل. ماشي، خليكم معانا. لا، وكمان يا جماعه دوت اكتر من نص كيلو، اعملي على كيلو الا ربع مثلا، اكتر من نص كيلو بصل على كيلو الا ربع مثلا رز، لان لما بالبصل بيبقى كتير بيبقى جامد قوي والله، وان شاء الله هيعجبكم قوي، جربوه. بصوا بقى يا جماعه، معلومه ان انا دلوقتي لما باجي اعمل رز بتاع السمك ما بعملش بسمنه خالص، انا بعمل بزيت عادي، اللي هو الزيت بتاعنا، زيت ذره، زيت اي دور، اي دور قال اي ذره، اي نوع يعني. تمام، فانا هوريك دلوقتي طريقتي في الرز. بصوا بقى، انا هقول لكم على حاجه، انا جديده في القناه، فاي حد هيتريق عليا من اللي حواليا دول اعرف ان انا مش هسيبك، عشان تبقى عندك علم. يعني انا دلوقتي هعمل ايه، احط الزيت احط الزيت اهو، وابني بيكح عادي، يعني احنا برضو لازم نوريكم ان احنا عيانين. ايزي كده، امال ايه. ماشي، وهنحط البصل. حطينا ايه، البصل. بعد ما نحط البصل، عشان انا ماسكه بايدي الموبايل، تمام، هنقلب نقلب 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 لحد ما البصل ده يبقى لونه داخل مثلا كده، يعني في البني. هوريكم اللون اللي انا بوصل له عشان ادي نتيجه الرز البني، وفي نفس الوقت مش محروق وطعمه حلو. تمام يا شباب، تمام يا حلوين، يا جامدين، يا طعمين، خليكم معانا. اوكي، بصوا بقى، انا ايه، يعتبر المعلقه دي هي مش مفروض، يعني دي بتاعت مكرونه، بس انا ايه، عشان ما تقعدوش تقولوا ايه الحق ده بتقلب معلقه مكرونه والكلام ده، لا، انا دي عشان الحله اصلا بايظه شويه، فانا مش عايزاها تبوظ اكتر من كده. تمام، طبعا انا بقلب ايه، المفروض ما اقلبش، هسيبه بقى شويه وهو يبتدي دلوقتي يتعمل. تمام، قلبي 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 قلبي، احنا ورانا حاجه غير ان احنا هنفضل طول النهار نقلب ونعمل الاكل للعيال وللبيت. امال ايه، امال لو عندي غيط بقى كنت نزلت كل يوم. ايوه، يا بخت اللي عندها غيط، والله العظيم ده 100 فل ولا 14، كنت هقولها غلط بس لقيت نفسي شفت ازاي انا بطبيعتي محدش يتريق عليا، عشان اللي هيتريق عليا ربنا شايفه. ها، شايفينك اهو، انا قصدي شايفاك اهو كده اهو. بصوا يا جماعه، الرز بصوا هو اللون ده حلو برضو، للناس معينه بتحب اللون ده. انا عامه بغمق سنه اكتر يعني بكتير، مش سنه بس، وبخلي لونه يعني يا دوبك داخل على البني. هوريكم برضو ايه وانتم معانا كده يا جماعه. ادي البصل اهو، طبعا اللون دوت حلو قوي برضو، اللي حابب انا هغمقه سيكه يعني مش كتير قوي. تمام، طبعا اعذروني برضو، انا بقلب وانا ماسكه الموبايل على النار عشان ننجز، بس ما تعليش قوي النار وانتي مش واقفه حواليه، عشان هو ممكن يتحرق قوي مني. وادي الرز اهو غسلناه، حضرته جنبيه على طول. تاني كده يعني كفاية اهو، والله انا بغمق اكتر من كده، بس هوقف كده مثلا ونعمل بقى.
اتنين، ده ما اتحرقش، ده اللون عادي. انا حطيت الميه اهو، تمام. انت طبعا عارفه معيار ميتك قد ايه وملحك وكل حاجه، ظبطي بقى عادي زي ما انت عايزه. ونوقف بقى لحد هنا واسيب الرز يستوي وابتدي بقى اعمل السمك على طول. ادي اللون اهو اللي انا قلت لكم عليه، بص اللون عامل ازاي، مفيش حرق يعني، مفيش حاجه محروقه ولا الكلام ده، اقسم بالله ريحته جامده جدا. الشنطه دي فيها ايه؟ فيها فيل؟ لا مش فيل. بصوا يا ولاد فيها اسمه ايه ده، قولوا كده معايا بقى، ماكريل. ماكريل ده يا جدعان في منه نوعين، تمام. النوع الاولاني اللي هو الاسباني اللي انا بجيبه، اللي تحسي بصي لونه كده مدي الالوان الجميله دي. وفي نوع تاني اللي هو ارخص منه، ده ب 45 كيلو. في الارخص منه مثلا عامل بسم الله الرحمن الرحيم حاجه و30 مش عارفه ايه، المهم هو مش حلو. انا ما بحبش اجيب من السوق، بحب اجيب من الناس اللي جنبينا هنا وابقى واثقه فيهم يعني، ماشي. ودي جنبها ايه؟ بقدونسيه. هقول لكم بقى هنعمل ايه بالبقدونسيه وهنعمل ايه في المكرونه اللي دوت. بصوا يا جماعه انا كده غسلته وظبطت الدنيا. طبعا السمك لازم يتغسل غسله تمامي. الزعنوفه الصغنونه دي انا ما بخليهاش، هو بيسيبها لك انت شيليها، ما تخليهاش. تخليها تعملي بيها ايه؟ اولا بتزفر وما بتبقاش حلو. وادينا دلوقتي اهو السمك كله اهو جميل وتحفه جدا. طبعا لما بيتغسل بيبقى حاجه تانية خالص، ما تجليش معاه في الغسيل، لازم تغسليه غسله تمام عشان دوت بيبقى زفر شويه، كله عامه يعني بيبقى زفر. وهوريكم دلوقتي طبعا ايه طريقته. بس بصوا بقى يا جماعه دلوقتي عملنا ايه، ادي السمك اهو، حطينا عليه كمون وكزبره وثوم، تمام. وادي هنا كمون وكزبره وملح، تمام. وادي هنا برضو ادي الثوم، اسم الجزر، ادي الفلفل، ادي البصل، ادي الطماطم كتير، وادي البقدونس والليمونتون. دول بقى سر الخلطه، لازم تعرفوهم بيعملوا ايه. ودي التركايه الاخيره اللي جامده قوي 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 في الصينيه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى ادي السر اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي التركايه الاخيره، ده الليمون اهو يا جماعه، ده اهم حاجه. هنحط هنا الليمون ده كله، تمام، ونقلب بقى وكده اهي. بصوا الصينيه يا خرابي على الجمال، ايه ده خراشيني، ايه الجمال ده يا ولاد، ايه رايكم؟ انا دلوقتي حطيت على النار السمك، بس المفروض هو يتحط في الفرن، بس عادي لو انت عندك يعني مستعجله حطي على النار عادي شويه وبعد كده خديه بقى حطيه في الفرن. لو صينيه مدوره برضو حطي على النار عادي، بس انا عشان يعني عاملاها مربعه وكده، بس هيطلع جامد ان شاء الله يا جماعه. جربوا بقى، ده سمك والله العظيم تحفه، وفي نفس الوقت السمك ده على فكره صحي قوي 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 للاطفال ولاي حد يعني. ايه رايكم في الصينيه بقى بعد ما خلصت؟ بصوا جميلة ازاي، ادي السمك واديته وش على فكرة في الفرن من فوق، بس مش جامد اهو عشان ما ينشفش. ادي البصل البني اهو، مفيش حاجة محروقة على فكرة. ودي سلطتنا وحركتنا، ادي الأكلة اهو يا جماعة تحفة حبيبي.